بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نحكي على حاجة اسمها variability climatic، يعني تقلب المناخ. يشير تقلب مناخ لاختلافات في متوسط الحالة والمعلمات الإحصائية الأخرى من المناخ في جميع المناطقات المكانية والزمنية وفي وقت الأحداث الفردية من الزمن. يمكن أن يكون تغير بسبب العمليات الطبيعية المتأثرة في نظام المناخ أو لتغيرات التأثيرات الخارجية الطبيعية أو البشرية المنشأ. ريشوف مقلب كليماتيك يعني الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري هو نتيجة مباشرة لزيادة القصرة لغازات دافئة ذات الأصل الطبيعي ولا سيما من الأصل أنثروبي أو أكثر تحديدا من أصل صناعي. إنه حبس لحرارة متلقات مباشرة من الشمس أو بعد انعكاسها أو إطلاقها للتربة والغلاف الجوي وتسمى البيدو أو البيدو في شكل الأشعة تحت الحمراء. بالإضافة إلى هذا السجن الحرارة هناك أو الحبس الحرارة هناك القوة الأسيرة للملوثات والغازات المنبعثة من الأنشطة البشرية. أدى هذا التأثير المباشر إلى ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي غير الطبيعية تميزت بمظهرها السريع والقوي لدرجة أن الأنواع النباتية والحيوانية لم تستطع التكيف معها. وهكذا أدى الاحترار العالمي إلى انقراض أنواع معينة وتغير نظم الإيكولوجية الطبيعية. في الواقع في تقريرها الأخير في 2014 ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن درجة حرارة سطح الأرض قد زادت مقدار 0.85 درجة مئوية في فاصل ثقة قدره 0.65 درجة مئوية و 1.6 درجة مئوية خلال الفترة من 1880 إلى 2012 مع اتجاه خطي وبنسبة 0.72 درجة مئوية خلال الفترة من 1951 إلى 2012. كل العقود الأخيرة من 1980 إلى 2012 كانت أكثر دفئا على التوالي من العقود السابقة مضاعفة 850. كان العقد قال لك من 2003 إلى 2012 الأكثر دفئا منذ بداية تسجيل فعال درجة حرارة الهواء، على الرغم من أن قيمة الاحتباس العالمي 0.5 درجة مئوية لكل عقد. خلال الفترة 1992-2012 كانت أكثر وأصغر من متوسط الاحترار منذ عام 1950، وهذا هو 0.12 لكل عقد. وبالنسبة إلى نصف الكرة الشمالي كانت الفترة 1983-2012 هي الأكثر دفئا في قال لك شحال في 1,400,000 عام. تتراوح توقعات على المدى القصير لزيادة متوسط درجة الحرارة حرارة السطح من 0.9 درجة مئوية إلى 1.3 درجة مئوية، وعلى المدى الطويل من 0.9 درجة مئوية إلى 2.3 درجة مئوية اعتمادا على السيناريو، أو 3.2 درجة مئوية أو 5.4 درجة مئوية اعتمادا على السيناريو. قالك تمثل هذه القيم متوسطات لكامل سطح الكرة الأرضية بما في ذلك المحيطات والأعمدة ذات القيم المنخفضة أو السلبية حتى. هذا يعني أن قيم القارات أكبر، كما أنها تنطوي على احترار مناخ كبير. ووضح الشكل 5 الفرق لكل من احترار المرصد والقيم المتوقعة. ويوضح الشكل 5 أن الاحتباس الحراري العالمي الذي يمثله المجال أعلاه لا يتجاوز درجتين مئويتين، كما أنه متجانس تقريبا على كامل سطح الكرة الأرضية. ومن ناحية أخرى يظهر الاحتباس الحراري المناخي المتوقع
في منتصف نهاية القرن الحادي والعشرين توزيعا جغرافيا غير متجانس. هذا الرسم يعني تعطي لك الاحتباس الحراري العالمي الذي نشهده حاليا، والاحتباس الحراري المناخي المتوقع وفقا للسيناريوهات الأربع مجالات أدنى، يعني هذا اللي نعيشه، وهذا الأربع يعني على حسب كل واحد السيناريو بتاعه. لامباكت شانجمون كليماتيك يعني آثار تغير المناخ. يقول لك الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يقول أنه يشكل تغير المناخ مخاطر على البشر والنظم الإيكولوجية، لأنه ينطوي على تفاعلات معقدة من مختلف الآثار ويعد الاحتمال حدوثها. هذه الرسمة تعطي لك التفاعلات المعقدة لآثار تغير المناخ، صح؟ مخاطر تأثير المناخ هي نتيجة تفاعلات الأخطاء المناخية، بما في ذلك الظواهر الاتجاهات الخطيرة، مع قابلية تعرض النظم البشرية والطبيعية وتعرض لها. التغيرات في كل من النظم النظام المناخي والعمليات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التكيف والتخفيف، تفرض المخاطر والتعرض ونقاط الضعف. يعني هذه التفاعلات بين آثار تغير المناخ، والتي يمكن توضيعها أيضا في الشكل 26، يعني تزيد مخاطر على البشر والبيئة ومستقبلهم على هذا الكوكب. وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ التابعة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيير المناخ، فإن آثار الأحداث المناخية القاسية الأخيرة مثل موجات الحرارة والفيضانات الأعاصير وحرائق الغابات تبرز مدى الضعف الكبير وتعرض بعض النظم الإيكولوجية والعديد من النظم البشرية للتقلب المناخ الحالي. تشمل آثار هذه الظواهر الجوية القياسية تغير النظم الإيكولوجية وانقراض بعض الأنواع النباتية والحيوانية وتعطيل إنتاج الأغذية وتوفر المياه والأضرار التي لاحقت بالبنى التحتية، الإسكان والأمراض والوفيات وعواقبها على الصحة العقلية ورفاه الإنسان بالنسبة لجميع البلدان على جميع مستويات التنمية. فإن هذه الآثار ناتجة عن نقص كبير في الاستعداد لمواجهة تقلب المناخ في بعض القطاعات. تؤدي المخاطر المرتبطة بالمناخ لتفاقم الضغوطات الأخرى، غالبا ما يكون لها تأثير سلبي على سبيل العيش، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في فقر، يعني في مستوى فقر يعني ضعيف جدا. تؤثر الأخطاء المرتبطة بالمناخ تأثيرا مباشرا على حياة الفقراء من خلال تأثيرها مباشر على سبل العيش وتخفيض إنتاج المحاصيل وتدمير المساكن، وبشكل غير مباشر على سبيل المثال من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي. تشمل الآثار الإيجابية التي لوحظت على السكان الفقراء والمهمشين والتي تكون محدودة وغير مباشرة في التغلب، أمثلة على تنوع النظم الاجتماعية والممارسات الزراعية. أخيرا الآثار السلبية المتنوعة والمعقدة لظاهرة الاحتباس الحراري والتي لوحظت بالفعل وتوقع حدوثها قد تكون ملخصة بشكل آخر في الشكل هذا، الشكل 27. بما يتناسب مع المنظمة العالمية للمترولوجيا، كان من الممكن من خلال هذه الدراسة لعلاقة دراسة درجة حرارة المناخ النظام الإيكولوجي إظهار أن الاحتباس الحراري يؤثر على آلية المناخ شديد التعقيد من خلال الارتداد على السحب وبخار المياه والثلج والغطاء الجليدي والمحيطات، وهذه بدورها تؤثر على الغطاء النباتي والنظام البيئي بأكمله. صح، هذه التداعيات الموصوفة على هذا النحو تؤكدها أيضا التقييمات الأخيرة للاتحاد الدولي
لهذه البيئة مقتبسة من لحفظ البيئة، حفظ الطبيعة، والتي تشير إلى أن تآكل التنوع البيولوجي هي ظاهرة عالمية، وأن 1 من كل 4 حيوانات وواحد من كل 8 طيور، ثلث جميع البرمائيات، و70% من النباتات التي تم تقييمها معرضة للخطر في جميع أنحاء العالم اختفت عدة أنواع نباتية وحيوانية قبل اكتشافها. وفي الجزائر أيضا أشار تابت 2002 إلى أن تغير المناخ يمثل خطرا من حيث الاحتباس الحراري، وهذا يؤدي في حالة الجزائر إلى ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، التأثير هو انخفاض في مواد المياه وزيادة في الإشهاد المائي في المحاصيل وارتفاع في مستوى سطح البحر. سيناريو راريو كليماتيك، يعني أو سيناريو المناخ، تمثيل معقول مبسوط للمناخ المستقبلي استنادا إلى مجموعة من العلاقات المناخية الداخلية والثابتة التي تم إنشاؤها للاستخدام الصريح في التحقيق في العواقب المحتملة لتغير المناخ البشري المنشأ، والتي تعمل غالبا كمصدر نباتات ونموذج للتأثير. يعني غالبا ما تستخدم التوقعات المناخية كمواد خام لإنشاء سيناريوهات مناخية، لكن سيناريوهات المناخ تتطلب في الغالب معلومات إضافية مثل مراقبة المناخ، موديل كليماتيك، يعني أنا موديل المناخ، التمثيل العددي لنظام المناخ الذي يستند إلى الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والميكانيكية وتفاعلاتها وعمليات التغذية الممتدة، والتي تمثل جميع أو بعض هذه الخصائص المعروفة. يعني يمكن تمثيل النظام المناخي بنماذج من التعقيد المتباين، والتي هي لكل مكون، حيث يمكن تحديد مزيج من مكونات الطيف أو تسلسل هرمي النماذج، والتي تختلف في جوانب مثل بعد عدد الأبعاد المكانية إلى أي مدى تميل أو تمثل العملية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية مثلا صريحا، أو المستوى الذي تشارك فيه العملية المعلمات التجريبية. يعني يشار إلى أن إلى نماذج المناخ العالمي الغلاف الجوي والمحيطات بنماذج المناخ العالمي الغلاف الجوي، أيضا باسم نماذج الدوران العام للغلاف الجوي والمحيطات، مما يوفر تمثيل للنظام المناخ بالقرب من أكثر أهداف الطيف شمولا المتاحة حاليا. هناك تحول نحو نماذج أكثر تعقيدا من الكيمياء والبيولوجيا التفاعلية. أخيرا يعني هذا الجزء، يتم تطبيق نماذج المناخية كأداة بحث لدراسة محاكاة المناخ ولأغراض التشغيل، بما في ذلك التنبؤات الشهرية والموسمية وفيما بين السنوات للمناخ. يعني هذا وش كاين في الدروس. من بعدها يجوا لي تيبي نيميرو أ، تيبي نيميرو دو، وعاد تيبي نيميرو 3، وما لي تي دي كاين 5 لي تي دي المفروض، ورا تي دي الأخير 3، صح، تي دي 4، ولي تي دي 5. يعني هذا وش كاين في دروس البيوكليماتولوجي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.